عندي الموضوع سمعتكم. علاش؟ لان النتيجه ديال التراكمات ديال المكاتب اللي دازو اللي خلاو ديون متراكمه، والتغيير ديال المجلس البلدي اللي داخل على زيرو دينار. يعني بالنسبه لهذه السنه ما كنظنش بان المجلس غادي يعاقبهم شي حاجه، وكنفكر كيفاش غادي يعاقبهم، لان قدامكم واحد الصعوبات كبيره. والجمهور كان ما كانش، انا كان من المكتب الحالي يفكر، لان ما يمكنش اللي غادي يقول انا غادي نطلع ولا شي حاجه نمشي ونطلع، خصكم ديروا فرقه. وواحد الكلمه سمعتها بان كاين ولاد المدينه والاحياء ديال المدرسه راه مهم بزاف باش يحكم لنا العمل اللي غادي نديرو في المستقبل. والمنطقه راه عامه الدراري اللي يعني يمكن كانوا كريكا مع الاخوان كيدوروا كيجيبوا الدراري من النواحي. عندي سؤال للمدرسه، كنسكن على المدرسه، الاثمنه اللي ديالي الاخوان القريطيين بالنسبه للمدرسه، علاش ما تكونش العاده وتكون شويه في التعلم باش المغربيين كلهم يستافدوا، لان النتيجه الاخرانيه كتبقى عليكم انتم، لان من المدرسه غتستافدوا. هذه من ناحية. المسألة الثانية ديال الفريق، الفريق واش شي بوي 16 اللي مازال تحت المعرفة، لا منكم انتم ممثلين ولا من احنا الصحافة ولا من الإخوان ديال السفينة، كيفاش كتصبروا باش غادي تمشيو؟ لأن الناس اللي كيسالوا واش لهم مابقاش يضرهم عليكم. أنا دابا لقيت شي موظفين كانوا في بريمير ديفيزيون باقي كيسالوا، وكاين الناس اللي مشاو للمحاكم مشاو، يعني ثاني الجريئه راه عندنا ديون تبعوا عندنا ناس حاطين في الفاس. هذه غير بالنسبه للموظفين، عاد نشوف اللعابه اللي جاوا راه حاطين المشاكل ديالهم. واش عندكم شي توجه باش تخرج من هذا عمق الزجاجه؟ لان مسائل صغيره بزاف، لان دابا ما يمكنناش نحاسبوا كل اللي الله احسن عنكم. راه باش تسير دابا النادي المنيطري راه خصك تقلب عليه قانون. الناس اللي كيقولوا بقاو سيروا لنا في مطرح والله ما يقدروا يسيروا، وانا على العلم لان كنت مسير ما نعرفش شنو هو نادي مطرح. نادي مطرح عنده جمهور كبير وجمهور اللي ما كيتزامنش وجمهور اللي كيتحاسب. اذا شنو هذاك هو السلطاج اللي تقدر يمكنكم واش شفتوه ولا باقي انت تقلبوا عليه؟ هذا السؤال اللي مهم. بالنسبه للمدرسه راه عندي عاوتاني عندنا شويه ديال التدخل داخل في المدرسه، لان الحنين ديال لي كورس واش كتفكروا في شي طريقه اللي غادي يمكن نجيبوا بها اكبر عدد، يعني شراكات مع لي زيكور مع المدارس وداك الشيء، باش لان الاستاذ في المدرسه الاستاذ ديال الرياضه كيشوف دري ولا جوج عنده بلاصه مزيان غادي. وحنا كنا درنا واحد الشهور قديم كان واحد العدد ديال التلاميذ ديال المدرسه اللي فرجلو ومن البلديه ما عندهاش، وكان المكتب كيتكلف يعني كنديروا التوازن بين اللي عنده واللي ما عندوش باش تاخذوا اكبر عدد ممكن ديال التلاميذ اللي فيهم. اما بالنسبه للبقيه ديال الجمله السيد الرئيس قال بان كاين مستشعر وما يبغيش يحكم في الفلوس ديالو دابا وقيلا، وكتعرف الصحفي ملي كتنقصو راه خصك تكمل معاه. ولكن ممكن ولاني ترجعوا عاوتاني للاخوان ديال اللي كان عندنا الكري ديال الكتبيه، كان الكتبيه كانوا بزاف ديال المستشارين كاين على الكوكا كاين بزاف ديال الاخوان اللي خصهم واحد يمشي يدق عليهم الباب. وغنزيدكم الله يعاونكم وخصكم بزاف ديال الدعوات باش يمكن شي ولاني يذكروا دابا التكوين ديال الفرقه وفي لو ماتيان، هما دابا اللي كيهضر على الطلوع كيخرج. وشكرا للجميع. يعني من هنا واحد الاسبوعين ان شاء الله سيتم الافتتاح ديالو، دابا راه تنجهزوا في الاطقم الرياضيه باش نبداو عمليه البيع اللي غادي تنطرح عليها واحد الموارد الماليه الاضافيه. وبالنسبه للمستشار الجديد ما عندهم حتى شي علاقه بالاسماء اللي كانت محتفظه الفريق، غادي نديروا واحد الندوه صحفيه لتقديم هذا المستشار. المهم بعيد كل البعد على غادي نتقن هذا الشهر. بالنسبه للمدرسه عاود عاودت
بالنسبة للسؤال ديال المدرسة بالنسبة للثمن راه حنا دراسة ولا شي تتقارب من المدارس اللي كاينين في المغرب راه حنا هو ارخص ثمن وعندنا الجودة التيران ديال الصغيرة راه هادشي كدا مازال جديد والثمن ديال 2500 درهم ولا مشيتي تشتي المدارس الاخرى راه هي اللي دايرين وحدها 4000 درهم حتى 5000 درهم حنا خدينا بعين الاعتبار الطاقة اللي دارت عندنا في المدينة باش نستافدو من هادشي وبالنسبة لولاد عفارة درنا 1500 درهم 1500 درهم راه كاين صعوبة صعوبة باش توصلوا للتشجير دابا لأن التشجير ما يمكنش يعطيك وما ما يستافدش التشجير اللي عطاك 100 راه يستافد هو مورا 340 إذا مادام ما كاينش النقد الفازي راه ما كاينش هذاك الشيء باش كنقول لكم باش كتفكروا في البويت سوفتاج اللي أنا ما باين عليهش ولكن على حسب واش كاين شي طريقة باش لأن كاين تدخل مثلا ديال سيد عامر مع زون فرونش راه كاين شركة أجنبية علاش ما تعرفش الفرقة ديال المدينة راه كاين شركة داخل كاين نار كاين لوينو كاين بزاف ديال الشركات كاين كوكا بحال دوز الكوكبيلة كاين لي سوبر مارشي كلهم مرجان وأسيما بزاف ديال هاد الإخوان كلهم خصنا عاوتاني حتى السلطات باش يزيدوا معكم هذا نداء هذا نداء كنوجهوا للسلطات مدينة قنيطرة باش يتعاملوا معنا مع النادي باش يزيدوا المدة لأن هذه المدينة هذه راه عطيوها للعالم ما عندنا ما نديرو ولكن العام الجاي خصنا نفكرو ان شاء الله في الصعود ندوز اذا دابا هذا العام بلا نقد الفازي بلا الجمهور راه كاين ضياع كبير بزاف يعني لا من المدخول ديال الملعب ولا من حنا كنشوفو دابا الملعب هو ولا كتلعب فيه الجيش الملكي ولا رمضان اذا واش كاين شي توجه لان انا عندي بعض التوجهات اللي كاين ايوا حيت راه هذه التسجيل باش قلتها وهي دابا كتعاود اذا هاد هاد النطاق هذا ديال التسجيل وديال التسجيل الفازي والفازي هادشي واش كيبان لكم لان هادو راه انوار كطيع انا باقي عاقل كنا كندخلو من الجمهور 150 مليون في العام وجاو شركات اللي غيخلصو 150 مليون وياخذوا مثلا يعني ما نبقاش كنتكلفو التنظيم هادي يعني على الاقل غتكون واحد 70 ولا 80 مليون غطي عليكم بالنسبه لدابا اللي ما كاينش المستشار اللي غادي يجي غير كنتو هي غادي يدي ولي نفس ديال الماركه ديالك كانت سبورتو كانت راكين كاين لي ميزون هنا كاين الداسير كاين هونداي كاين بزاف ديال الشركات حتى هو خصهم ولاني هذا نداء انا من هذا الخطيب غنعطي نداء السلطات باش يتعاونوا مع الفريق لان يد وحده ما كتصبرش ديالو يجب تضافر جميع الجهود وتكتيكها حول النادي وانا كنشاطر وكان النادي بنفس اللي بان لي هذه التيفي كاع الفعاليات ديال المدينه انهم يعاونوا ويتحققوا في المشروع الكبير ديال نادي المغرب بالنسبه للسبونسورين واخا ما كاينش النقد التلفازي حنا كنخدموا النقد ديال المباريات اللي كيتابعوا فيها كبيره من الجمهور المغربي على الصفحه ديالنا وعلى صفحات وطنيه منها صفحه اخبار الفجر وكنشكر المنابر الصحفيه كامل من بر على التغطيه ديالهم كاين كذلك لي بلاتفورم ديجيتال فيسبوك وانستغرام كنشروا صور ديال التدريب ديال المقابلات اللي تيبانوا فيها المستشارين وحنا تنفكروا في هاد لي باك سبونسورين كيفاش نديروا مقابل المبلغ اللي بحال اللي غادي نقدموا للمستشارين كاين افكار متعدده احنا في مناقشه تاع الشركات